سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا الايام دي عماله اوريكم اسواق بورسعيد، زي ما في سوق السمك الجديد بتاع بورسعيد، برضو ما ننساش سوق السمك القديم لسه موجود زي ما هو، وبرضو فيه سمكين كتير. انا النهارده عند ملوك السمك في بورسعيد، ارخص الاسعار عند كريم في سوق السمك القديم، الاسعار والانواع وارقام التوصيل كمان. مكانه في اول سوق السمك القديم بتاع السمك جنب سوق العصر. هو كمان بيقولك ايه، السمك بالضمان زي الغسالة وزي التلاجة، ارخص من المجمد. الطازة عنده، السمك الفريش الطازة عنده ارخص من المجمد. هتلاقي الكابوريا، الجمبري، الشكال، الشبار، الجوابي، الشخرم، الجندفلي، كل ده موجود عنده. انا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو انت اول مرة تشوف القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا كل اصحابكم عشان يوصل لكم كل جديد في بورسعيد انا بقدمه. اسعار السمك وهو لسه جاي من البحر، الاسعار والانواع وارقام التوصيل كمان، كل ده موجود عند كريم في سوق السمك القديم في بورسعيد. هتشوفوا انواع كتير من الجمبري واسعار كتير، اللي يعجبكم هتاخدي بيه، على قد فلوسك هتقدري تاخدي من عنده كل اللي يعجبك. كمان عنده كابوريا حلوة قوي كلها مبطرخة، والشكال كمان برضو مطرخة، ده الموسم بتاع الشكال، انا سألته ده الموسم بتاع الشكال. السردين قال لي كمان لسه هيرخص اكتر من كده كمان، فخلي بالكو السردين دلوقتي موجود في السوق بس لسه هيرخص كمان اكتر من كده، هيبقى الموسم بتاعه بقى اكتر. يلا بينا بقى عشان ما نرغيش كتير، ندخل نشوف ايه اللي موجود عنده. ماشي، ده الفرش كله كده على بعضه تمام، ونمسك بقى حاجة حاجة. أسعار عند شركة كريم بسوق السمك القديم. هو ده اللي هنقوله. المغطيان كل ده. أسعار وأرخص الأسعار. الشجار. شركة كريم بسوق السمك القديم. وشك يبان؟ وشك يبان؟ يبان. أي حد يبان. قول بقى. قول عنوانك تاني والاسم. قول يا برنس. قول يا برنس. كابوريا. أرخص الأسعار. أيوه. واحسن المفاجآت. ايوه، شركه الكريم. أيوة. السوق القديم. ايوه كده، الله ينور. السوق القديم بتاع بورسعيد، شارع الروضه. بورسعيد. يعني احنا في شارع الروضه، اساس بورسعيد واساس البلد. احنا في الاول أول خالص سوق. اول في السوق بورسعيد اول خالص قدام نقول لك اقل الاسعار قدام تبارك سعر الجمله في الاول خالص، هو بسعر سعر الجمله. الجمله. ايوه، عايزين الناس تسمع الاسعار بقى بعد اذنكم يا جماعه. 10 و20 في اي حته. مش هنشوف بقى. الكابوريا دي ما يعرفهاش الا البورسعيديه. لا ماشي، دي كابوريا حجري بلدي. بلدي 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 بتاعت البحيره. بلدي بلدي. اي كابوريات تفتحها ست الكل هتلاقيها مطرخه بنجا بطروح. ماشي، تتباع ب 120 ب 150 في اي حته. احنا بنبيع ب 60 بس. ب 60 كلها مطرخه. والله ب 60. ماشي، وبنشوي وبنوصل زي ما انت عايز. نتايات كلها مطرخه. نتايات ب 60. الكوره بتاعتها بقى بصي وحوش. 120 اللي طالع عليها وحش كبيره يا باشا. ارجع يعني النتايه ب 60 جنيه؟ متاكد انت من السعر ده؟ الناس فاكره على كده. اه والله. بص بقى الدكوره بقى ما شاء الله قدام سوق العصر. وشك هيبان بقى، مش هتلاقيها في اي حته اصلا الكابوريا دي. الكابوريا دي هنا بس. هنا الدكوره هي بكام بقى دي؟ ب 50 جنيه بس. ب 50 جنيه بالواحده كده. الجديد الجديد خش على الجديد. دي مليانه بقى لحم بقى. متوحشه. دي مليانه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. عندنا انتهاء ان شاء الله. الكرسي اللي بيتباع ب 80 جنيه و 90 جنيه في كل حته. لا ب 80 جنيه و 90 في كل حته. احنا بنجيبها ب 70 جنيه سعر الجمله. ب 70 قد ايه؟ بكام حضرتك دي بتقولها؟ ب 70 جنيه سعر الجمله يا باشا على المانجا يا باشا. شايفين برضو؟ كابوريا كلها اصليه كده بتاعت بورسعيد الاصليه. بسم الله ما شاء الله. ام 150 ايوه ب 80 البطارخ. اه وللزبائن الحلوه ب 70. الله يكرمك. ب 70 زيها زي الشباب بالظبط. الله يرزقك ما شاء الله. الناس كانت بتقول لي انت مصوره كله لما رحت المزاد الشبار الصغير. عايزه اقول للناس يعني الشبار الصغير للبورسعيديه يعتبر ايه بقى؟ الشبار اللي ايوه لان في ناس مش عارفه الشبار الصغير بالنسبه للبورسعيديه يعتبر ارخص ايه؟ المفاجآت ب 60 يعتبر ايه بقى الشبار الصغير ده بالنسبه للبورسعيديه؟ عايزه نقول لهم ده ده الفاكهه أيوة. بتاعه ايوه الفاكهه ده ايوه ده محدش شكله الا اللي عارفه بس ايوه لو ما عارفينه فص وبطروح في ناس عارفاه وفي ناس مش عارفاه ايوه بستين شوفه صغيره ازاي لكنها بستين في بعضه اه ما شاء الله بستين في بعضه ما شاء الله بستين في بعضه بستين يعني في مبطرخ ومش مبطرخ اه في مبطرخ وفي مش مبطرخ ولما كده يكون كله بقى بالواحده زي ما انت شايفه كده يا استاذه ولما يكون كله بالواحده كله يعمل 100 يعمل 100 100 بيبيعوه ب 150 احنا بنبيعه ب 100 بالواحده ما شاء الله بالواحده والله يبقى للبربوني دينيس باشا درجه اولى فاكهه السمك الدينيس طبعا بتاع البردويل ايوه ايه حاجه جميله كده طازه فريش الدنيس ده اه الدنيس ده بيتباع في اي حته ب 120 احنا بنبيعه ب 80 بسعر الجمله والله اه عندك والله توصيل ولا ما عندكش توصيل؟
عندي كل حاجه. يعني لو حد من بورسعيد يتصل بيك وعايز توصيل من مصر ان شاء الله، لو كيلو سمك يروح له لغايه مصر. صاحب الفرش معلم بربوني باشا اساسي، احلى بربوني في الدنيا. بربوني الاحمر البلدي، شايفين بقول لك الاصلي، فريش اصلي، اصلي بتاع بورسعيد الاصلي مش المجمل، ما شاء الله حاجه فريش. شايفين ومومتين في اي حته ب 140 ب 140 ب 140 ابو 200 ابو 200 في اي حته ب 140 كده بالواحده. الله ينور. السردينه بقى ديت بقى بيقولوا عليها بورسعيد ايه، المانجا برضو. المانجا يوم ما صورت ما كانش فيه سردينه. السردينه دي احلى لسه جايه بقى، مش حلوه لسه جايه بقى. السردينه الاصليه بتاع بورسعيد سمنه بلدي، شوي وقلي وتمليحه بالضمان، بالضمان، بالضمان للشركة، بالضمان زيها زي الغسالة والتلاجة، معاها ضمان لثلاث شهور. ثلاث شهور ضمان. لا والله. اه والله. بكام بقى؟ ها بمية. بمية؟ بمية وستين. بمية. هو ده الموسم بتاع السردين؟ ده الموسم بتاعها ان شاء الله، ولسه هتكتر اليومين الجايين وهترخص ارض، هتبقى ب 80 وب 70 ما شاء الله، والخير جاي ان شاء الله. الشخرم يا معلم، ادفع له خير عشان الخير جاي. الشخرم بقى البلدي بقى فاكهه، بيقولوا على 6 اكتوبر ده في مصر، مش كل الناس اللي عارفاه برضه. ده بيقولوا على 6 اكتوبر في مصر، وبيقولوا عليه باميه، وبيقولوا عليه باميه في السويس. باميه؟ اه بيتقال عليه باميه، وبيتقال عليه ايه؟ المخطط. 6 اكتوبر الشخرم ده بكام ده؟ كله مبطرخ كده بالواحده، بسم الله ما شاء الله، بيتباع في اي حته ب 100، بنبيعه ب 70 ما شاء الله، سعر جمله والله ما شاء الله ما شاء الله. تعالي بقى احنا بننزل الاسعار. طيب عمل ايه؟ مشوى بس ولا بتعمل حاجه ثانيه؟ بتشوى وبيتقلى. بتشوى وبيتقلى الشخرم؟ بتشوى وبيتقلى. كل كده ثاني مره. ثاني مره. كل كده ثاني مره بالصلاه على النبي. كل كده ثاني مره. بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. عزيزي بقى الباشا بقى. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. عزيزي الباشا بقى الاصلي. شايفين ده؟ بسم الله ما شاء الله. الاصلي. ما شاء الله. ابو 400 في اي حته. بسم الله ما شاء الله. 250. بسم الله ما شاء الله. 250 ارخص من المجمد. ما شاء الله. ارخص من المجمد. الله ينور. اه والله. تمام الله ينور. جمبري بقى الاصلي. اصل بقى هو بتاع التقشير، بتاع السليق، بتاع كل حاجه، بتاع التحمير. ده الجمبري الاحمر الفراوله، بيتعمل باتر فلاي، بيتعمل باتر فلاي ماشي. ده الاحمر الفراوله وفي ازاز اهو. هو ده الاحمر الفراوله. ده الاحمر الفراوله بقى يا استاذ. في الازازي، بسم الله ما شاء الله، في برضه باشا. اه يعني انت عايز تقول ان ده ملخبط؟ ازاز على فراوله، ازاز على فراوله. اه اه بيتباع ب 200 في اي حته. انت عندك بكام بقى؟ ب 180 في سعر الجمله. 180 في الحبايه كده ماشي. اه في الحبايه كده ما شاء الله. ازاز الاصل. الله ينور. شايفين قد ايه؟ بسم الله كل حاجه حلوه، كله مفاجاه. بسم الله ما شاء الله. كلاكيت ثالث مره، ثالث كريم في السوق القديم. بسم الله ما شاء الله. الشكل ب 50 جنيه الشكل المبطرخ اللي بتتباع ب 70 وب 80 شركه في السوق القديم عند شركه الكريم ب 50 السوق القديم. الصلاه على النبي. شركه الكريم عامله المفاجات النهارده. الله ينور. هو ده الموسم بتاع الشكال ولا لا؟ لا ده الموسم فعلا. ده الموسم بتاعه فعلا؟ اه. يعني هي كلها تبقى مبطرخه دلوقتي؟ قول يا معلم. كلها بصي زي ما انت شايف. انت قلت بكام المبطرخه دي ما شاء الله؟ دي اي حاجه. 50 جنيه قلت يا معلم. 50؟ ياني عليك ياني ياني. الدنيا اه. ياني والله ما انا عارف انت جايبه منين يا ابني ده؟ احسن الناس تجي لك على الاسعار دي. المركب مركبك. الناس هتجي لك على الاسعار دي. اه والله مستنيين مفاجآت. طب انت عندك مفاجآت. تعالى ده يسير. حبيبي يا باشا. عمرك بياع طيب. زبانه حلوه جايه من اخر الدنيا. زبانه حلوه جايه من اخر الدنيا. يبان عادي. يبان. بصي ده شغل المينا. بسم الله ما شاء الله. ده زباين حبايبنا بيجوا لنا كل يوم. زباين والله احنا بناخد من عنده. اه ما شاء الله. ما شاء الله. يوصف لك برضه لان هو عارف كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. بيطلع البطروخ بتاعه اهو. ده الشكاله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله الله ينور. بسم الله ما شاء الله. يعني هو بيختار كده عشوائي. شايفين كل واحد عمال يفتح. ما شاء الله. تمام الله ينور. مانجا مانجا مانجا. تمام الله ينور. الله ينور. شركة الكريم في السوق القديم قدام سوق العصر. الله ينور. جمبري. بسم الله ما شاء الله. ده جمبري ازاز. اه ما شاء الله الله ينور. الله ينور. الوريه كلها مانجا. اه ما احنا شفنا ده. مانجا شفنا ده. اه ما شاء الله. الله ينور. شكرا. بسم الله ما شاء الله. اه. لكن ما شفناش ده بقى. ما شفناش ده. ده جندوفلي. ده بتتسلى. ده بتتسلى عادي يعني زي البكلاويز. زي البكلاويز. بتطلع بقى تاكلي عادي. والله اه. طيب ماشي. بكام الكيلو بتاعها ده؟ 20. 20 والله. طيب عايزين نجيب الطاوله على بعضها كده. ب 20 جنيه جندوفلي ده كمان.
ماشي تمام. هتقول رقم تليفون ولا مش هتقول؟ قول يا رقم. مش رقم الحاجة هيدولك اهو. طيب المعلمة هيديك الرقم اهو. 012 012 012 33 33 90 90 3 3 شركة الكريم. شركة الكريم في السوق القديم. السوق القديم قدام سوق العصر. قدام سوق العصر عند بوسطة أبو الحسن. تمام كده الوصف كده بالتمام. بالتمام بالظبط وكمان كله كده اتعرف. تمام متشكره جدا عليك يا استاذه. ربنا يجعل لي سعيد عليك يا رب. ربنا يخليك هو زي احنا تحت امرك. ربنا يخليك كتر خيرك. كتر خيرك. الله يشرفنا النهارده. ربنا يبارك لك. السلام عليكم. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.